السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، صلاة وسلاما عليك دائمين متلازمين يا سيدي يا رسول الله، في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الفضلاء، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. يسعدني أن ألتقي بحضراتكم لتعليم تلاوة القرآن الكريم في موعدنا الذي حددناه من قبل. لقد التقينا في نفس المكان كل ليلة وتكلمنا عن أحكام التجويد، وقرأنا سورة ياسين واستخرجنا أحكامها، وقرأنا من سورة الصافات من أولها إلى أن وصلنا إلى الآية رقم 98 من سورة الصافات. واليوم سنكمل حديثنا عن أحكام التجويد التي تخص سورة الصافات من الآية رقم 99. من أراد أن يتابع معنا فليفتح المصحف من سورة الصافات من الآية رقم 99. فلنبدأ بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون. أتدعون بعلا
وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. صدق الله العظيم. سنتوقف قليلا إلى الآية رقم 126، وإذا كان هناك وقت إن شاء الله هنبقى نكمل، بحيث إن احنا ننهي على سورة الصفات إن شاء الله غدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ إبراهيم. إن شاء الله احنا قرأنا اليوم من سورة الصافات. ماشي يا إبراهيم معنا؟ قرأنا من سورة الصافات من الآية رقم 99. هنبتدي بقى إن شاء الله نستخرج الأحكام التي وردت بالآيات. أعتقد كل شيء واضح وكل شيء بسيط وسهل إن شاء الله. طبعا احنا كل يوم بنستخرج جميع الأحكام، أعتقد جميع الأحكام التي بالآيات. لو جينا النهاردة نقول وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أعتقد إن كل واحد دلوقتي حاليا عارف جميع الأحكام اللي هي بالآية. ولكن من باب التذكرة هنبتدي إن احنا نمشي برضك عليهم حكم حكم كده، بحيث انك يعني لو انت مش متابع قوي او اول مره تحضر معانا تاخد بالك، وبعدين ان شاء الله لو احتجت برضك حاجه من اللي فات ارجع برضك اليوتيوب ان شاء الله تلاقي كل حاجه موجوده. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين. القاف اولا من حروف القلقله، من حروف الايه، القاف هنا من حروف التفخيم اللي هي خصه ضغط انقباض قا، يبقى نفخمها. حروف القلقله اللي هي قطب جد، ولكن لو لقينا عليها ايه سكنه، يبقى لو لقينا حرف من حروف القلقله عليه سكنه يبقى من حرف ايه حروف القلقله اللي هم قطب جد. انما نقول وقال، قف هنا حرف من حروف الايه الاستعلاء او التفخيم، نقول وقال وقال. ماشي؟ القاف هنا ايه مفتوحه وبعدها الف، يبقى مد ايه مد طبيعي. نقول وقال اني ذاهب، وقال اني، النون حرف غنه مشدد ماشي كده، واني فيها مد طبيعي، ذاهب الذال بنخرج لساننا فيها، وفي هنا مد ايه مد طبيعي، ذاهب الى، ادي تنوين واتى بعده الهمز، يبقى نعرف ان ده ايه اظهار حلقي. الى فيها مد طبيعي، ربي مد طبيعي، سيهدين انا اقف عليها يبقى مد عارض لايه للسكون. الآلي بعدها ربي هب لي من الصالحين، ما تمدش ما تقولش ربي هب لي، لا هنا باء مشددة مكسورة فقط، ما فيش بعدها ياء مد. يبقى نقرأها ازاي؟ نقول ربي هب لي، ماشي، ربي هب لي، هب لي، الباء هنا عليها سكنة، يبقى حرف من حروف الايه القلقلة. هب لي من الصالحين، الصالحين فيها نوع من انواع اللامات اللي هي التعريفية، حكمها ايه الادغام. فبشرناه بغلام حليم، فبشرناه، الراء هنا من حروف التفخيم لانها ساكنه وقبلها ايه قبلها مفتوح، واحنا قلنا اذا جاءت الراء ساكنه وقبلها مفتوح تفخم، او مضموم ايضا تفخم. اما اذا اتى قبلها مكسور، اللي بيسال يقول الهاء في كلمه سيهدين حكمها الاخفاء. بص يا حرف الايه، احنا طبعا قايلين ان الهاء بس بشرط ان تاتي بعد النون الساكنه. لو بصينا سيهدين، الهاء هنا وقع بعد الياء، طبعا ملهاش ما فيش حكم هنا، هنا ياء مفتوحه وهاء ساكنه. احنا مشترطين هناك في احكام النون الساكنه والتنوين ان ياتي بعد النون الساكنه هاء، انما هنا ما فيش نون ساكنه، لا ده هنا ياء وليست نون. اتفقنا؟ دي في احكام النون الساكنه والتنوين اللي انت قصدك عليها، طبعا لازم يكون نون وبعدها هاء علشان يكون حكمها الايه، او طبعا كمان الهاء مش من حروف الاخفاء، خلي بالك ليست من حروف الاخفاء، ده من حروف الاظهار في احكام النون الساكنه. الهاء اللي هي همز في هاء ثم عين حاء ومهملتان ثم غين خاء، كمان يعني مش اخفاء كمان. اتفقنا؟ يبقى احنا لما بنبحث عن الحكم سواء بقى اظهار او ادغام او اقلاب او اخفاء حقيقي، احنا بنبص، ماشي، احنا بنبص لايه؟ للنون الساكنه، هل هناك نون ساكنه ولا مفيش؟ طيب نون ساكنة موجودة، بنبص الحرف اللي جاي بعدها. الآية ماشي هنقرأها. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. سيهدين، هي مفتوحة وبعدها هاء ساكنة. اتفقنا؟
رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. طيب فبشرناه، يبقى الراء احنا قلنا ايه؟ مفخمة، وبعد النون في ألف يبقى مد طبيعي. بغلام في مد هنا طبيعي أيضا، والميم تحتها ايه؟ كسرتين، يبقى للتنوين، وقع بعده حاء، يبقى من حروف الايه؟ الإظهار الحلقي. احنا خدنا في الإظهار الحلقي 6 حروف، الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. يبقى الحاء من حروف الايه؟ الإظهار. أيوه تمام. يبقى نقرأ نقول ايه؟ فبشرناه بغلام حليم. يبقى نظهر النون اللي هي بتاعت التنوين، احنا عارفين طبعا اي تنوين هو نون ساكنه زائده، زي ما احنا قلنا مثلا محمد، يبقى اخر محمد ايه؟ اخرها نون ساكنه. يبقى التنوين ده تعريفه ايه؟ هو نون ساكنه زائده تلحق اخر الاسماء. يبقى التنوين هو نون ساكنه زائده تلحق اخر ايه؟ الاسماء فقط، ليس مختص بالافعال ولا الحروف. احنا قلنا النون الساكنه اللي هي النون الاصليه اللي على ساكنه تلحق الاسماء والافعال والحروف، اما التنوين لا يلحق الا الايه؟ الا الاسماء فقط. طيب الايه اللي بعدها، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. فلما، ادي الميم مشدده، بحرف قلنا مشدد بنغنه حركتين وفيها مد طبيعي. فلما بلغ، غين مفخمه، ما نقولش بلغ، لا نقول بلغ، وما نقولش بلغ، ما نفخمش الباء ولا اللام، لا مرققين. يبقى فلما بلغ معه السعي، السعي فيها ال حكم الايه؟ الادغام، احنا خدناها طبعا في حكم لام ال ولام الفعل، يبقى هنا ال التعريفيه حكمها الايه؟ الادغام. قال، ادي القاف مفخمه وبعدها حرف من حروف الايه؟ المد، يبقى مد طبيعي. قال يا بني، الياء بعدها الف يبقى مد طبيعي. يا بني، الياء مشدده ومفتوحه وما نغنهاش، ما نقولش يا بني، لا احنا عارفين ان الحرفين اللي بيغنوا اللي هم الميم والنون المشددتين فقط. يا بني اني، ادي النون هنا مشدده، إني أرى، في هنا مد اسمه مد إيه؟ منفصل، يبقى نمد 4 حركات نقول إيه؟ قال يا بني إني أرى في المنام، أرى ما نقولش أرى، ماشي، ما نفخمش الهمز. الحروف المفخمة اللي هم 7، اللي هم خص ضغط قظ، خص ضغط قظ، الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، دول مفخمين على طول، ماشي. خص الخاء نقول خا، ما نقولش خا، لا غلط، خا. الصاد نقول صا، ما نقولش سا. الضاد نقول ضا، ما نقولش دا، ماشي. احنا طبعا عارفين ان كل واحد له نقيض، اللي هو مثلا الصاء له نقيض السين، الضاء له نقيض الدال، وهكذا. يبقى الحروف السبعه دول اسمهم حروف الايه؟ التفخيم. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. في ال، يبقى هنا من أنواع اللام إيه؟ الفية. في طب لين، الإظهار والإدغام. الإظهار بعد ألف حرف من 14 حرف اللي هم مجموعين في ابغ حجك وخف عقيمه، فاكرين الكلام ده ولا لأ؟ ابغ حجك وخف عقيمه، الصوت تمام كده؟ يبقى ابغ حجك وخف عقيمه. يبقى ده ايه؟ من حروف الاظهار. يبقى لو لقينا ال وبعدها حرف من حروف ابغ حجك وخف عقيمه، يبقى ايه؟ اظهار، تمام كده. اما لو لقينا اي حرف من الحروف الثانيه اللي هي طيب ثم مصير رحم تفض نعم، زي ما احنا شرحنا قبل كده، يبقى ده حكم الايه؟ الادغام. يبقى اني اذبحك، ايضا هنا مد ايه؟ مد منفصل، مقدار مد نمده ايه؟ 4 حركات او 5 حركات. فانظر ماذا ترى، بنخرج لساننا في الظاء، يبقى الثاء والذال والظاء 3 حروف بنخرج لساننا فيهم. ماذا، فانظر، الراء هنا مفخمه لان اتى قبلها ايه؟ مضموم. ماذا، ده مد طبيعي. ترى، نفخم ايضا ايه؟ الراء، ونحاول ان احنا نرقق التاء، ما ايه؟ ما تحاولش انها تفخم منك، ما تقولش ترى طاء، نخليها طاء كده غلط، لا نقول فانظر ماذا ترى، ترى، اتفقنا؟
وفيها طبعا عليها ايه؟ جيم، يعني وقف ايه؟ وقف جائز. تمام كده؟ طيب بعدها قال يا أبت افعل ما تؤمر. قال القاف مفخمة وفيها مد طبيعي، يا أبت الياء ياء النداء وبعدها ألف ماشي، وجاي بعد ألف همز، يبقى يا أبت. وبعدين نعرف إن يا أبت ديك فيها مد منفصل وليس متصل. هتقول ما أنت قلت لنا يا شيخ قبل كده إن إذا اجتمع حرف من حروف المد وبعده الهمز في كلمة واحدة يبقى متصل. آه، لكن هنا ياء النداء يعتبر حرف لوحدها مش من بنية الكلمة. إحنا طبعًا عارفين إن كلمة جاءك دي كلها كلمة واحدة، يبقى ده اسمه مد متصل. إنما في كلمة يا أبتي هنا منفصل وليس متصل، لأنها ياء النداء لوحدها وكلمة أبتي كلمة لوحدها، يبقى اسم مد منفصل وليس متصل. ناخد بالنا. يبقى كلمة يا أيها أو يا أبتي أو كل ما نلاقي مثلا ياء النداء أو هاء النداء زي مثلا هؤلاء أو ها أنتم، الحاجات دي اسمها إيه؟ مد منفصل. ناخد بالنا من الحاجات البسيطة دي. يبقى نقول إيه؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر. طيب افعل، اللام هنا من أي أنواع اللامات؟ إحنا خدنا لام قال ولام الفعل، هل هي من لام الاسم ولا الفعل ولا الحرف ولا الألف التعريفية ولا لام الأمر؟ افعل، افعل طبعا إن عارفين إن افعل ده فعل إيه؟ فعل أمر، يبقى من إيه؟ خلي بالك يا مريم، هو مش أمر، هو الفعل أمر أي نعم، واللام لا ليست لام أمر، اللام هنا اسمها لام الفعل. إحنا قايلين لام الأمر أن تأتي لام ساكنة وقبل منها الفاء أو الواو أو ثم وبعدها فعل مضارع، نخلي بالنا من الحتة دي، زي فلينظر الإنسان أو ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا فليملل وهكذا. إنما إحنا قلنا لام الفعل أن تأتي لام ساكنة في فعل، سواء الفعل ده ماضي أو مضارع أو أمر، ما نغلطش في الحتة دي تاني. اتفقنا؟ يبقى اسمها لام إيه؟ لام الفعل وليست لام الأمر. هو أي نعم الفعل اسمه فعل أمر، ولكن اللام ليست لام الأمر، لا ده لام فعل موجودة في فعل اللي هو فعل الأمر. اه ماشي. يبقى عرفنا لام الأمر أن تأتي لام ساكنة وقبلها إما الواو أو الفاء أو ثم وبعدها فعل إيه؟ فعل مضارع. اتفقنا ولا نعيدها تاني؟ طيب افعل ما تؤمر. افعل هنا إيه؟ لام الفعل. ما تؤمر، هنقف على تؤمر سواء هنقف أو هنوصل، طبعا كده كده إيه؟ مفخمة، لأن لو إحنا هنقف هتبقى ساكنة وقبلها مفتوح. ماشي؟ آه، ولو هنوصل أيضا الراء هتبقى مضمومة. اتفق كده؟ تمام؟ طب ماشي. بعدها بقى ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ستجدني، وكلمة شاء فيها مد متصل. طيب إن شاء نون وأتى بعدها شين، يبقى حكمه إيه؟ إخفاء حقيقي. آه، إن شاء الله، لفظ الجلالة هنا اللام فيها إيه؟ مفخمة. إحنا قايلين متى تفخم لام الجلالة ومتى ترقق؟ قلنا تفخم اللام من لفظ الجلالة إذا أتى قبلها مفتوح أو مضموم، أما إذا أتى قبلها مكسور ترقق. يبقى نقول هنا بقى ايه؟ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طيب الصابرين فيها التعريفية حكمها الإدغام، لأن إحنا ما بنظهرش إيه اللام هنا، ما نقولش الصابرين، لأ بيقول إيه؟ الصابرين على طول. لام شمسية. تمام. بعدها فلما أسلما وتله للجبين. الميم هنا مشددة، يبقى حرف غنة مشدد، بنغنه حركتين. وبعد كده فلما أسلما، حرف من حروف المد وبعده الهمز، يبقى المد منفصل. أسلما، خلي بالنا إن مد طبيعي، وتله أيضا الهاء فوقها ضمة وتحت ضمة، يبقى مد الصلة، بنمده زي المد الإيه؟ الطبيعي. وتله للجبين هنقف عليها، يبقى مد عرض للسكون. وناديناه أن يا إبراهيم. ونا ادي الف بعد النون يبقى مد طبيعي. ونادي ادي الياء هنا جت ساكنه لكن قبلها مفتوح. احنا قلنا اذا اتت الياء ساكنه وقبلها مفتوح يكون حكمها ايه؟ مين اللي فاكر؟ مين اللي حضر معانا في المدود؟
خدنا في احكام المد اللي هو المد الطبيعي، خدنا الحروف المد الثلاثه اللي هم الالف والواو والياء، بس خدنا شروطهم ان ياتي قبل الالف فتح، وقبل الياء كسر، وقبل الواو ضم. لكن قلنا بقى اذا اتت الياء ساكنه وقبلها مفتوح، او الواو ساكنه وقبلها مفتوح، يبقى اسمها ايه؟ ياء ايه؟ لين. تمام، فتح الله عليك. يبقى اسمها ايه هنا؟ ياء لين. وناديناه، ما نمدش بقى طبعا لان قبلها ما فيش مكسور، ما نقولش وناديناه، ما نغنش فيها ولا نمدها، لا. وناديناه اي يا ابراهيم، اي يا ادي نون واتى بعدها ياء في احكام النون الساكنه والتنوين خدناها، اسمه ايه؟ اتغم بغنه. تمام، فتح الله عليك. يا ابراهيم، هنا نوع المد هل هو منفصل ولا متصل؟ من يعرف يجاوبني بسرعه؟ يا ابراهيم منفصل. تمام، احنا زي، لا مش متصل، خلي بالكم. احنا قلنا بقى يا مريم انت نسيتي، احنا قلنا هنا لا مش متصل، قلنا ياء النداء وهاء وهاء التنبيه، الحاجات دي كلها ليست مد متصل، وانما هاء النداء لوحدها المفروض تبقى لوحدها ماشي، وياء النداء لوحدها والحاجات دي كلها، يبقى هاء التنبيه وياء النداء دولك يعتبر ايه؟ حرف لوحدهم، وايها اللي جاي بعدهم او هاء او اولاء او الكلام ده كده يبقى ايه؟ اسمه مد منفصل. مد ايه؟ منفصل، لان دي اسمها ياء النداء. فلما اسلم معناها اي استسلم لامر الله سبحانه وتعالى، اي سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل حينما استسلم لامر الله سبحانه وتعالى، واراد سيدنا اسماعيل اراد ان ينفذ وصية ما قاله له رب العزة سبحانه وتعالى، واسلم وتله اي اتى بابنه واراد ان يذبحه، ماشي، يبقى استسلم وانقاد لامر الله تعالى وتله للجبين، اي اضجعه على جنبي، خلاص جابه ماشي ونيمه على جنبه، بحيث انه خلاص بقى هيذبح بقى ايه؟ تنفيذا لامر الله سبحانه وتعالى. يبقى فلما اسلم وتله للجبين، وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. قد صدقت، الدال هنا عليها ساكنه، يبقى من حروف الايه؟ القلقله. صدقت والقاف ايضا من حروف القلقله. الرؤيا، الراء هنا مفخمة والهمزة ساكنة، نخلي بالنا ما نقلقلهاش لأنها ليست من حروف القلقلة، همزة. الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا فيها مد طبيعي، كذلك أيضا مد طبيعي، نج أدي الجيم من حروف القلقلة نقلقلها، نجزي ما نقولش نجزي، لا نون نجزي، نجزي المحسنين. اللام هنا من أنواع إيه؟ التعريفية اللي هي ال اللي هي القمرية، حكمها الايه؟ الاظهار. ان هذا لهو البلاء المبين. ان هذا، النون حرف غنة مشدد زي ما احنا عرفنا، نقول ايه؟ ان هذا، نغنى حركتين، هذا فيها مد طبيعي، لهو ما نقراش نقول ايه؟ ان هذا لهو البلاء، غلط، لهو غلط في قراءة لقارئ تاني غير الامام حفص، بيقرا يقول ان هذا لهو البلاء، انما احنا عندنا بنقول ايه؟ ان هذا لهو البلاء المبين. اتفقنا على كده؟ نقول لهو، الهاء هنا ايه؟ مضمومه. وكلمه البلاء فيها التعريفيه حكم الاظهار اللي هي لام قمريه، وايضا فيها نوع من انواع المد اللي هو المد الايه؟ المتصل، مد متصل. تمام، المبين الايه؟ قمريه، ماشي، حكمها الاظهار. الآية اللي بعدها، وفديناه بذبح عظيم. وفديناه، في بعد النون الف حرف من حروف مد، بذبح، الباء من حروف القلقله. طيب الحاء تحتها كسرتين، ماشي، تحتها ايه؟ تحتها كسرتين، وجاي بعدها عين، يبقى اذا اتى تنوين وبعده حرف العين يبقى اظهار ايه؟ إظهار حلقي. احنا خدناه طبعا، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. تمام، فتح الله عليكم. الآية اللي بعدها، وتركنا عليه في الآخرين. وتركنا، ما نقولش وترقنا ولا وطرق، وما نفخمش التاء، لا التاء مرققة. وتركنا، لأن لو قلنا وطرقنا، طبعا احنا عارفين طرق، ها، فعل طرق اللي هو طرق الباب يعني خبط، لا طبعا مش وتركنا، لا وتركنا من الترك، ماشي، نقول ايه؟ وتركنا عليه في الاخرين. خلي بالنا من الحاجات دي، يبقى التاء مرققه،
اما الراء مفخمه والكاف مرققه، ونخلي بالنا ان الكاف ما تقلقلش. وتركنا نون وبعدها الف يبقى مد ايه؟ مد طبيعي. عليه في الاخرين ال، هنا ايه؟ ال التعريفيه اللي هي اللام القمريه حكم الايه؟ الاظهار. الاخرين الخاء هنا هتاخد ادنى مراتب التفخيم، ما نقولش الاخرين، لا الاخي، الاخرين، لان احنا عارفين طبعا الخاء اما تكون مفتوحه بتاخد ايه؟ اعلى مراتب التفخيم، نقول ايه؟ خا، ما نقولش خا، لا، انما لو مكسوره والخي الاخرين والراء هنا مكسوره يبقى ترقق، تمام. ولو وقفنا عليها الاخرين يبقى فيها نوع من انواع المد، مين يعرف يقوله لي؟ طبعا عدناه يعني قبل كده 100,000 مره. الاخرين مد عرض للسكون. سلام على ابراهيم، سلام فيها نوع من انواع المد اللي هو مد طبيعي. على ابراهيم، على ابراهيم، ها، نوع من انواع المد ايضا اللي هو مد ايه؟ مد منفصل. وكلمة إبراهيم فباء مقلقلة، تمام. إبراء والراء مفخمة وفيها إيه؟ مد طبيعي، تمام، فتح الله عليك. كذلك نجزي المحسنين، كذلك فيها مد طبيعي. نجزي الجيم هنا على سكنة يبقى حرف من حروف القلقلة. نجزي المحسنين، خلي بالك إن نجزي لو هنقف عليها هنقف بالمد عادي، نقول إيه؟ كذلك نجزي، إنما لو هنوصل خلاص المد ده إيه؟ هيلغى، يعني كانه مش موجود اساسا. نقول كذلك نجزي، لان احنا خدنا القاعده قبل كده قلنا اذا التقى ساكنين وكان الاول منهما حرف مد تخلصنا من الايه؟ حرف المد ده بالايه؟ بالحذف، كانه مش موجود اصلا. نقول نجزي المحسنين. وهنا ال اللي هي قمريه حكم الايه؟ الاظهار. انه من عبادنا المؤمنين، انه، النون هنا مشدده يبقى حرف غنه مشدد، مقدار مده كام؟ حركتين. إنه والهاء نخلي بالنا الهاء هنا مضمومة، فوقها ضمة وتحتها ضمة، نعرف إنها أيضا من إيه؟ اسم مد إيه؟ مد إيه؟ إحنا خدناه قبل كده كذا مرة، عاوزين ناخد بالنا ده بيعمل زي معاملة الإيه؟ المد الطبيعي، ماشي، ولكن اسم مد الصلة، مد إيه؟ الصلة. إنه من عبادنا، نون ساكنة وأتى بعدها حرف العين، نون ساكنة وجاي بعدها عين، ثم همز فهاء، وشرحناها قبل كده اللي هو اظهار ايه؟ تمام، اظهار حلقي، ماشي. من عباد، مد طبيعي، عبادنا المؤمنين، المؤمنين فيها ال اللي هي قمريه حكم الايه؟ الاظهار. وايضا كلمه المؤمنين لو وقفنا عليها يبقى مد عرض لايه؟ للسكون، واحنا عارفين ان العرض للسكون بنمده اما حركتين او اربع حركات او ست حركات. وانا قايل قبل كده كذا مره ان احنا لازم نراعي الابتداء، يعني لو ابتدينا بحركتين يبقى لازم ننهي القراءه بحركتين، ابتدينا باربع حركات يبقى لازم ننهي قراءتنا بالاربعه، ابتدينا بست حركات لازم ننهي قراءتنا بست حركات، ماشي كده. وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين. وبشرناه، الراء هنا مفخمه نخلي بالك منها، يبقى وبشرناه، مش وبشرناه، لا، وبشرناه في مد طبيعي بإسحاق نبيا، قاف مفخمة، نبيا من، تنوين وأتى بعده الميم يبقى إدغام بغنة، من الصالحين. اللام هنا لام شمسية حكم الإدغام، أص ما نقولش الصالحين، لا غلط، ومد عرض للسكون أيضا. وباركنا عليه وعلى إسحاق، وبا أدي مد طبيعي، راء الراء مفخمة، وبارك نا، خلي بالنا من الكاف هي فيها همسه ولكن ما فيهاش قلقله، ما نقولش وباركنا، غلط، وباركنا، احنا عارفين طبعا حروف الهمس اللي هم 10، فحثه شخص سكت. وباركنا عليه وعلى اسحاق، وعلى اسحاق فيها ايه؟ مد منفصل. وهنقف على القاف، هنا طبعا القاف مفتوحه ولكن هنقف عليها بالسكون، يبقى حرف من حروف القلقله، نقلقلها. وعارفين طبعا ان الامام قال لنا ايه؟ وان يكن في الوقف كان ابينا، يبقى القلقله لو جت في الوقف بنبينها اكتر من الايه؟ الوصل. نقول وباركنا عليه وعلى اسحاق، ماشي كده، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين.
ومن ذريتهما، نون وبعدها ذال، ده حكمه ايه؟ اخفاء حقيقي. والذال طبعا بنخلي لساننا فيها، مش عاوزين ننسى الحاجات دي، احنا بنكررها يعني كذا مره بحيث انك ايه ما تنساش. ذري، الراء هنا مكسوره يبقى مرققه، ما تقولش ذريتهما، لا نون ذريتهما، والياء هنا مشدده ولكن مش هتغن، احنا عارفين الحرفين اللي بيغنوا اللي هما الميم والنون فقط المشددتين. وايضا كلمه ذريتهما فيها مد ايه؟ مد طبيعي. محسن وظالم لنفسه مبين، محسن وتنوين واتى بعد الواو يبقى ادغام بغنه، وظالم لنفسه تنوين واتى بعده اللام ادغام بغير غنه. لنفسه ادي مد الصله بيغن بمد ايه؟ حركتين. مبين هنقف عليها يبقى مد عارض للسكون. ولقد مننا على موسى وهارون، ولقد الدال من حروف القلقله، مننا النون الثانيه اللي هي مشدده حرف غنه مشدد بنغنه حركتين، وفيها مد ايه؟ مد طبيعي. مننا على ايضا مد طبيعي، موسى مد طبيعي ايضا، وها ايوه مد طبيعي، وهارون هنقف عليها يبقى مد عارض للسكون. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونجينا ادي مد طبيعي، هما ايضا مد طبيعي، وقومهما مد طبيعي، الواو هنا ساكنه واتى قبلها مفتوح، وقو يبقى ما اسمه ايه نوع الواو هنا؟ لين زي ما احنا عرفنا. من الكرب، ادي ال اللي هي ايه؟ اللام القمريه حكم الاظهار. الكرب نخلي بالنا ما نقولش القرب، لا الكا هي كاف مش قاف. من الكرب وما نقولش الكرب، ما ندققش الراء، لا نقول الكر نفخم الايه؟ الراء. الكرب ال برضك لام قمريه حكم الاظهار. العظيم هنقف عليها يبقى مد عارض السكون. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم الصاد مفخمة والراء مفخمة لأن الراء ساكنة وأتى قبلها فتح، إحنا القواعد دي كلها كل مرة بنعيد فيها نخلي بالنا منها. ونصرناهم نون وجاي بعدها ألف يبقى مد طبيعي. ونصرناهم فكانوا ميم ساكنة وبعدها فاء، احنا خدناها في احكام الميم الساكنه حكمها اظهار شفوي، احنا طبعا خدنا في احكام الميم الساكنه ثلاث احكام، الاخفاء الشفوي والادغام بسين صغير والاظهار الايه الشفوي، وعارفين الكلام ده كله طبعا. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، فكانوا في مد طبيعي، هم اصلها هم اصل الميم بتاعهم ديك اصلها ايه ساكنه، ولكن التقى ساكنين، قلنا اذا التقى ساكنين وكان الاول منهما ميم جمع او واو جمع تخلصنا من الساكن الاول ايه بضمه، يبقى بنضم الايه الساكن الاول اذا كان ميم جمع او واو جمع، اما اذا كان حرف مد تخلصنا منه بايه بحذفه، اما اذا كان اي حرف تاني غير ميم الجمع او حرف من حروف المد بنتخلص من الساكن الاول بايه بكسره بنكسره، خلي بالنا من الحاجات دي كلها. وآتيناهما الكتاب المستبين، ادي الهمز جه الاول وبعده حرف من حروف المد، يبقى نوع المد هنا اسمه مد ايه؟ مد بدل، ماشي، لان الهمز الاتى الاول وبعده الايه حرف من حروف المد، تمام. وآتيناهما ادي ايضا مد الطبيعي اللي هو بعد الميم اللي هو واتيناهما، هي اصلها واتيناهما ولكن اتى بعدها ساكن، يبقى تخلصنا من الساكن الاول اللي هو حرف المد ده ايه بحذفه، يبقى نقرا نقول ايه واتيناهما الكتاب، لم قمريه حكم الايه الاظهار. وكلمه الكتابه فيها مد طبيعي، المستبين ايضا فيها لام قمريه حكم الاظهار، ولو وقفنا عليها يبقى اسم الدار ليه للسكون. الآية اللي بعدها وهديناهما الصراط المستقيم، وهديناهما وهدينا نون مفتوحة وبعدها ألف يبقى حرف من حروف المد يبقى مد طبيعي. وهديناهما الصراط أيضا التقى ساكنين والأول منهما حرف مد فبنه بنتخلص من الساكن الأول بإيه؟ بحذفه، ماشي كده؟ طيب وكلمة الصراط فيها إيه؟ ال اللي هي الإيه؟ الشمسية، يبقى لام شمسية حكمها الايه؟ الادغام.
الصراط، نخلي بالنا من كلمة الصراط، ما نقولش الصراط، ما نخليش الصاد سين، ولا نخلي الراء مثلا مرققة، لا الراء مفخمة، الصراط، ولا نخلي الطاء تاء، ما نقولش الصراط، لا غلط، نقول ايه؟ وهديناهما الصراط المستقيم، المستا، ما نقولش المسطى، ما نخليش السين صاد، لا، ولا التاء طاء، المستقيم، المستقيم. نقرأها تاني، وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين. وتركنا، طبعا خلي بالنا منها، زي ما قلنا ما نقولش وتركنا، لا نقول وتركنا عليهما في مادة طبيعي في الآخرين. اللام هنا لام قمرية حكم الايه؟ الإظهار. الآخرين فيها نوع من المد اسمه مد بدل، لأن الهمز الأول وبعده حرف من حروف المد، ماشي؟ سلام على موسى وهارون. سلام في مد طبيعي، والميم هنا عليها ايه؟ ضمتين، يعني تنوين، تنوين، وأتى بعده حرف العين يبقى إظهار حلقي، تمام. سلام على مد طبيعي، موسى مد طبيعي، وهارون مد طبيعي، وما نقف على هارون يبقى مد عرض لإيه؟ للسكون. الآية اللي بعدها، إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا، النون هنا حرف من إيه؟ حرف غنة مشدد، بين غنة وحركتين، وفيها مد إيه؟ مد طبيعي. كذلك مد طبيعي، وبنخلي لساننا في الذال، نجزي المحسنين. الجيم هنا ساكنة، يبقى من حروف القلقلة. وكلمة المحسنين لام قمرية حكمها الإظهار. إنهما من عبادنا المؤمنين. ماشي، تفضل، اللي عاوز يخرج يتفضل، ماشي تفضل، اللي عنده ما يعني أي شغلة أو كلام ده أو مش فاضي يتفضل، من غير ما يستأذن، على براحته. إنهما من عبادنا المؤمنين. إنهما، النون هنا مشددة، إنهما في مد طبيعي، من عبادنا، النون ساكنة وبعدها عين، يبقى حكمها إيه؟ إظهار حلقي. عبادنا المؤمنين، المؤمنين فيها القمرية حكمها إيه؟ الإظهار. ولو وقفنا عليها يبقى اسمه إيه؟ مد عارض للسكون. وإن إلياس لمن المرسلين. وإن، النون أيضا حرف غنة إيه؟ مشدد. إلياس، طب نوع اللام هنا في كلمة إلياس، من يعرف نوع اللام فيها؟ هل هي لام اسم، ولا لام التعريفية، ولا لام الفعل، ولا لام الحرف، ولا إيه بالظبط؟ إلياس، نخلي بالنا، إلياس، ها، هل هو دي اسم ولا فعل؟ تمام، يبقى اسم، يبقى لام هنا لام ايه؟ اسمها لام الاسم، ساكنه حكمها الاظهار ايضا. احنا عارفين طبعا ان لام الاسم حكمها الاظهار قولا واحده، احنا شرحناها قبل كده. وان الياس لمن المرسلين. الياس في مد ايه؟ مد طبيعي. لمن، اللام ساكنه هنا لام قمريه حكمها الاظهار. المر، الراء هنا مفخمه لانها اتت ساكنه وقبل منها ايه؟ ضم. وهنقف عليها يبقى مد عرض السكون. إذ قال لقومه ألا تتقون. إذ، الذال هنا ساكنة ونخلي لساننا فيها، واوعى تقلقل منك، ما تقولش إذ قال، لا غلط، إذ قال، والقاف هنا مفخمة ومفتوحة وأتى بعدها ألف، يبقى مد طبيعي. لقومه، الواو ساكنة وقبل منها فتح، يبقى نوع المد هنا إيه؟ اسمه لين. الواو الساكنة هنا إيه؟ نوعها لين، ماشي. لقومه ألا اسمه مد الصلة، وأتى بعدها الهمز يبقى اسمه إيه؟ يبقى يدخل من قبيل المنفصل. لقومه ألا، وكلمة ألا فيها إيه؟ فيها مد طبيعي. ألا تتقون، لو وقفنا عليها يبقى عارض للسكون. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. أتدعون، الدال ساكنة يبقى مقلقلة. أتدعون فيها مد طبيعي، بعلا وتذرون، تنوين، وأتى بعده الواو يبقى اسمه إيه؟ إدغام بغنة، تمام.
وتذا نخرج لسانها في الذال، وتذرون الراء هنا مفخمة لأنها مضمومة تمام، وفيها مد طبيعي، وتذرون أحسن الخالقين، أحسن الخالقين، النون مفتوحة نقول أحسن، ما نقولش أحسن الخالقين لا نقول أحسن، وكلمة الخالقين نوع هنا ال التعريفية اللي هي لام قمرية حكم الإظهار، والخاء مفخمة ما نقولش الخالقين لا نقول الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، الله هنبتدي بيها مفخمة لأن الهمز مفتوح، واحنا قلنا اللام لو اتى قبلها مفتوح يبقى تفخم، نقول الله ونخلي بالنا من الهمز ما نفخمش الهمز ما نقولش الله لا غلط، نقول الله ربكم، الباء مشددة مفتوحة ما نقولش الله ربكم لا الله ربكم، وما نقولش الله لا الله، الهاء هنا مفتوحة، ربكم ورب آبائكم، همز واتى بعده الف يبقى مد بدل، آبائكم الألف وأتى بعده الهمز يبقى مد متصل، يبقى في هنا في كلمة آبائكم فيها نوعين من المد، ماشي تمام كده، يبقى في مد بدل ومد متصل، آبائكم الأولين، الميم أيضا مضمومة لأنها أصلا ساكنة آبائكم ولكن أتى بعدها إيه السكون، يبقى تخلصنا من الساكن الأول بضم الإيه بضم الميم لأنها ميم جامعة. طيب عايزين نكمل بقى، احنا كنا توقفنا ل 126، نكمل بقى ناخد كمان شويه حتى ولو لحد 144 كده لحد الربع، بحيث ان احنا نخلص ان شاء الله سوره الصفات غدا. فلنقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، فكذبوه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم. سنتوقف إن شاء الله إلى الآية رقم 144 وبكره ان شاء الله نبقى ايه نكمل السوره. طيب نكمل بقى احكام التجويد اللي في الايات اللي احنا قراناها حاليا. بسم الله الرحمن الرحيم، فكذبوه فانهم لمحضرون، فكذبوه الذال بنخرج لسانا فيها وايضا الباء وبعدها واو يبقى مد طبيعي تمام، فكذبوه الذال مشدده طبعا ولكن ما بنغنهاش لان احنا بنغني ايه النون والميم فقط، فانهم النون حرف غنة مشدد، فإنهم لمحضرون ميم ساكنة وبعدها لام يبقى حكمها إظهار شفوي، وكلمة لمحضرون هنقف عليها يبقى مد عرض السكون، إلا عباد الله المخلصين، إلا مد طبيعي، عبادة مقامة لأن أتى قبلها إيه هنا لام قمرية حكمها إظهار، المخلى ما نقولش المخلصين ما نفخمش اللام لا المخلصين المخلصين
الآية اللي بعدها وتركنا عليه في الآخرين. وتركنا زي ما احنا قلنا، ما نقولش وتركنا، لا، وتركنا عليه في الآخرين. أيضا الآخرين لام خبرية حكم الإظهار. وفي كلمة الآخرين أيضا في نوع من أنواع المد اللي هو مد البدل، لأن الهمز الأول وبعده إيه حرف من حروف المد. ولما نيجي نقف عليها هنلاقي النون هنقف عليها بالسكون وقبلها ياء، يبقى نوع المد مد إيه، مد عرض للسكون. سلام على الياسين، سلام بعد اللام ألف يبقى مد طبيعي. سلام على تنوين وأتى بعده العين يبقى إظهار حلقي. على على أدي مد منفصل ماشي، لأن حرف من حروف المد وأتى بعده الهمز. الياسين طيب مين يعرف يقول لي هنا اللام الساكنة بتاع ال دي، هل هي لام حرف ولا لام تعريفية ولا لام اسم ولا لام ايه بالظبط؟ الياسين يبقى هتدخل هنا من قبيل ايه؟ ال، لان ال هنا يعتبر ايه، تعمل هي كلمة ال في الاصل اللي هي اصلها ايه، على آل ياسين او اهل ياسين ماشي، ولكن هنا جت ايه حرف وليست اسم. الياسين، ياسين فيها مد ايه، مد طبيعي، وما نقف عليها يبقى مد عرض ليه، للسكون. بعدها انا كذلك نجزي المحسنين. انا النون مشدده وفيها مد طبيعي، كذلك مد طبيعي، نجزي الجيم فيها ايه حرف من حروف القلقله لانها ساكنه. المحسنين قال هنا اللام التعريفيه اللي هي اللام القمريه حكمها الاظهار. انه من عبادنا المؤمنين، انه ايضا النون حرف غنة مشدد. من عبادنا النون هنا ساكنه واتى بعدها العين حار حلقين. عبادنا فيها مد طبيعي. عبادنا المؤمنين ال ايضا ايه لام قمريه حكم الاظهار. ومنافع على المؤمنين يبقى مد على السكون. وإن لوطا لمن المرسلين، وإن النون أيضا حرف غنة مشدد. لوطا ما نقولش لو ما نفخمش اللام، لا، لو لوطا لمن والطاء هنا مفخمة ماشي، وعليها تنوين وأتى بعده اللام يبقى إدغام بغير غنة. لمن المرسلين اللام هنا مظهرة يبقى لام قمرية حكم الإظهار. المر نفخم الراء لأنها ساكنة وأتى قبلها مضموم. إذ نجيناه وأهله أجمعين. إذ ذال بنخلق لساننا فيها، نجيناه في مد طبيعي وأهله أجمعين من قبيل المد الإيه المنفصل. أج الجيم من حروف القلقلة. إلا عجوزا في الغابرين، إلا مد طبيعي، عجوزا في تنوين وأتى بعده الفاء يبقى إخفاء حقيقي. في الغابرين آل التعريفية حكم الإيه الإظهار اللي هي القمرية. تمام. الغاء نفخها من غين واتى بعدها الف يبقى مد طبيعي. ثم دمرنا الاخرين، ثم بنخرج السنه في الثاء والميم مشدده يبقى حرف قلنا مشدد. دم ما نقولش دمرنا، لا، الدال مرققه نقول دم والميم مشدده والراء مفخمه. دمرنا الاخرين، اللام ساكنه واتى بعدها همز ماشي، يبقى اظهار لام قمريه حكمها الايه الاظهار. الآخرين، ما نقولش الآه، لا غلط، الآخرين غلط، نقول الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وإنكم النون مشددة بحرف غنة مشدد. وإنكم لتمرون، الميم ساكنة وأتى بعدها لام يبقى إظهار شفوي. لتمرون الراء مفخمة وفيها مد طبيعي، عليهم مصبحين. طب هنا أتى ميم وبعدها ميم يبقى ده اسمه إيه؟ مين اللي فاكر اللي كان معانا في المثلين والمتقاربين وفي احكام الميم الساكنه، خدناهم الحاجات دي كلها خدناها في البابين، خدنا في احكام الميم الساكنه، لا مش اخفاء، ادغام. تمام، يبقى ادغام مثلين صغير، لان احنا قلنا مثلين صغير مثلين لان حرفين زي بعض ميم وميم، وصغير لان الحرف الاول منهما ساكن والثاني متحرك، يبقى ادغام ايه؟ ادغام مثلين صغير. مصبحين، مش مصبحين ما نخليش الصاد سي، لا، مص صاد مفخمه. مصبحين هنقف عليها هيبقى مد عرض ليه للسكون. وبالليل، وبالليل ادي الياء الساكنه اسمها ايه حرف من حروف الايه اللين، بتمد عند الوقف حركتين او اربعه او ايه او ست حركات، تقول اما تقول ايه
وبالليل او وبالليل، او تقول ايه وبالليل عادي، يبقى تمد حركتين او اربعه او سته زي المد العرض الايه للسكون. افلا خلي بالك من الحاجات دي، ما تنساش الحاجات اللي احنا بناخدها دي دايما على طول تركز عليها. افلا تعقلون، افلا مد طبيعي، وما نقولش افلا، ما تنطقهاش كده، ما تنطقهاش بسرعه وتقول افلا، غلط. ما فيش في القران افلا الا هو موضع واحد اللي هو فلما افل قال افلا، انما تقرا ازاي تقول افلا تعقلون استفهام، افلا ماشي استفهام توبيخي، نقول ايه افلا تعقلون، ما نقولش افلا تعقلون، لا نقول افلا تعقلون تعقلون، هنقف عليها يبقى مد عرض الايه للسكون. وان يونس لمن المرسلين، النون مشدده يبقى حرف غنه مشدد، يونس في مد طبيعي، لمن المرسلين اللام مظهره يبقى لام قمريه حكم الايه الاظهار، المرسلين الراء مفخمه، هنقف عليها يبقى عرض للسكون. إذ أبقى، إذ ذا بنخرج لساننا فيها، ما نقولش أبقى، لأنه إذ أبقى أبا، يبقى الهمزة مرققة والباء مرققة والقاف مفخمة، نقول إيه؟ إذ أبقى إلى الفلك، الفلك لم هنا إيه؟ لم قمرية حكم الإظهار. المشحون لم قال التعريفية حكم الإيه؟ الإظهار. فساهم فكان من المدحضين، فساهم مد طبيعي، فكان أيضا مد طبيعي. من المدحضين، كلمة المدحضين التعريفية اللي هي القمرية حكم الايه الاظهار، ما نقولش المدحضين لا، من قلق الدال نقول المدح، نرقق الحاء ما نقولش المدح لا، احنا بنقرأ الحفص حاليا يا شيخ، نقول فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، فالتقمه ما نقولش فالتقمه لا، ما نخليش التاء طاء لا، فالتقمه الحوت التعريفيه اللي هي القمريه حكم الايه الاظهار، وطبعا الحوت فيها ايه فيها مد طبيعي، وهو ما نقولش وهو لا، الهاء مضمومه، وهو مليم هنقف عليها يبقى مد عرض الايه للسكون. الآية اللي بعدها فلولا أنه كان من المسبحين، فلولا أنه ده اسم مد منفصل، أنه النون حرف غنة مشدد، أنه ها هنا هاء الصلة، ها عليها فوقها ضمة وتحتها ضمة اللي هو مد الصلة، يبقى يعمل إيه مد طبيعي لأن مفيش جاي بعده همز ولا سكون. أنه كان فيها مد طبيعي من المسبحين، التعريفية حكم الإيه الإظهار. لا لبث في لا لبث في، الثاء بنخرج السنة فيها ما نقولش لا لبث نخليها سين لا، لا لبث في بطنه إلى يوم يبعثون، في بطنه طعم قلقلة، بطنه إلى بيعامل كالمد الإيه المنفصل لأن هنا أتى حرف من حروف المد اللي هو الياء اللي بعد الهاء وبعده إيه همز، إلى مد طبيعي، يوم يبعثون الباء مقلقلة، ولو وقفنا على يبعثون يبقى مد عرض السكون. تمام ماشي، نتوقف بقى لحد الآية 144 وإن شاء الله نبقى نكمل بكرة بقى من أول 145 لحد إيه إلى نهاية السورة. صدق الله العظيم. طيب اللي عنده بقى أي سؤال في قراءة آية أو في استفسار أو حكم مثلا من اللي إحنا خدناه قبل كده، أو لو في حد عاوز يقرأ يتفضل، اللي عايز يقرأ بعض الآيات اللي إحنا خدناها النهاردة يتفضل، لو حد عنده أي سؤال في أحكام التجويد أو في قراءة آية اتفضل. أي سؤال؟ طب في حد بيحفظ معانا متن التحفة ولا محدش بيحفظه؟ مين أنا آلاء محمد. استنى في سؤال هنا بيقول الآخرين، انت بتسأل على كلمة الآخرين في كلمة في قوله تعالى قابلتنا هنا كذا مرة طبعا، ثم دمرنا الآخرين ماشي، وقابلتنا أيضا في كلمة وتركنا عليهما في الآخرين ماشي، الآخرين اللي هي الأمم المتأخرة، يبقى الآخرين معنى الآخرين اللي هي الأمم الإيه المتأخرة، أي الأمم الإيه السابقة يعني.
ثم دمرنا الاخرين، اللي هو الناس اللي قبلهم، يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى بيوعظهم ويقول لهم ان احنا يعني احنا دمرنا الاخرين، هم الناس اللي السابقين لكم اللي كانوا يعني بيجرؤوا على قول الحق تبارك وتعالى وماشي والكلام ده. طيب مين اللي عاوز يقرا؟ مين الاء؟ وانت الاء اللي بتقراي عليا في البيت، انت حضرتك الاء محمد اللي بتقراي عليا اساسا؟ لا ماشي، اصل في الاء محمد انا فكرتها هي. طيب عايزه تقراي؟ عندك مايك؟ ماشي حاضر، ماشي اتفضلي اقبلي مايك. شكل مايك عندك بايظ ولا ايه؟ الظاهر ان المايك عطل. خلاص ماشي. احنا طب ما فيش حد من الشباب عاوز يقرأ؟ اللي كان سأل سؤال انا ما خدتش بالي منه، في ورش آل ياسين ما الفرق؟ ما فيش، هي اساسا الكلمة اصلها آلي، سلام على آل ياسين، هي دي الاساس يعني اصل الكلمة آلي، اي بمعنى اهل ياسين. واما في حفص قرأها سلام على الياسين، والقراءة ديك طبعا القراءة احنا ما فيش حاجة اسمها ليه قرأ كذا او ليه قرأ، القراءة ديك متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نقرأ كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يكون لها معنى ان شاء الله برضك هحاول ابحث عنها. طيب في حد تاني عاوز يقرأ او خلاص نبتدي بقى ان احنا نخش على تحفة الاطفال؟ احنا اخر حاجة توقفنا عند ايه؟ عند احكام المد، خدنا باب احكام المد. النهارده هناخد ان شاء الله اقسام المد اللازم. معايا اقسام المد الايه؟ اقسام المد اللازم. ايوه تمام، اظهروا لنا الابيات، بارك الله فيكم. يبقى نبتدي النهارده من اقسام المد اللازم، فلنبدأ قراءة أقسام المد اللازم. أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل، فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا، كلاهما مثقل إن أدغما، مخفف كل إذا لم يدغما، واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان انحصر، يجمعها حروف كم عسى النقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف، وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح الأربع عشر، صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. احنا دلوقتي خدنا باب أقسام المد اللازم، قلنا أول بيت اسمه أقسام لازم لديهم أربعة. إحنا قبل كده تكلمنا عن أقسام المد أولا، وقلنا بأن المد له قسمين، مد أصلي ومد فرعي. المد الأصلي طبعا ريحنا وقال لك لو أتى حرف من حروف المد اللي هم الألف أو الواو أو الياء بشرط إن ما يجيش بعده لا همز ولا سكون يبقى ده مد طبيعي وبيمد حركتين خلاص ما فيهوش الكلام ده، زي قال وكان ويقول وهكذا. أما القسم الثاني من أقسام المد اللي هو المد الفرعي، وقلنا المد الفرعي ده له أنواع، له خمس أنواع، له مد متصل ومد منفصل ومد بدل ومد عارض للسكون ومد لازم. ماشي، يبقى خمس أنواع للمد الفرعي، وخدنا الاربع انواع الاولانيين اللي هم المد المتصل والمد المنفصل والبدل والعرض للسكون. النهارده بقى ان شاء الله هناخد المد اللازم، يبقى النوع الخامس من انواع من اقسام الايه، من انواع المد الفرعي، يبقى النوع الخامس من انواع المد الفرعي.
اللي هو القسم الثاني من أقسام المد. هنا في الأبيات بيقول إيه؟ أقسام لازم لديهم أربعة. يبقى المد اللازم له أربع أقسام، واخدين بالنا؟ المد اللازم ينقسم إلى أربع أقسام، وتلك كلمي وحرفي معه. أول حاجة من الأربعة في مد لازم كلمي ومد لازم حرفي، واخدين بالنا؟ يعني الكلام واضح ولا نسهل الأمور أكتر من كده؟ بنقول إن أقسام المد اللازم أربع أقسام. أربع إيه؟ أقسام. في مد لازم كلمي ومد لازم إيه؟ حرفي، وكل منهما بينقسم إلى قسمين. يبقى المفروض مثلا هما قسمين، والقسمين دول لكل قسم إيه؟ نوعين. في مد لازم كلمي مخفف ومد لازم كلمي مثقل، أدي نوعين هم، ومد لازم حرفي مخفف وأيضا مد لازم حرفي مثقل. الأبيات ظاهرة أمامنا حاليا، أقسام لازم لديهم أربعة، هي ظاهرة حاليا. ما كانش ظاهرة عندك يبقى أنت في مشكلة عندك إيه؟ يا ريت تعملي ريفريش وترجع تاني. يبقى دلوقتي المد اللازم ينقسم إلى أربع أقسام. في مد لازم كلمي، وإحنا قايلين طبعا المد لازم الكلمي له قسمين، هو المد لازم كلمي مخفف ومد لازم كلمي مثقل، تمام كده؟ والمد لازم الحرفي أيضا له قسمين، مد لازم حرفي مخفف ومد لازم حرفي ايه؟ حرفي مثقل. كلام واضح ولا في صعوبية؟ يبقى نبص للأبيات كده، بيقول ايه؟ بيقول أقسام لازم لديهم أربعة. يبقى المد اللازم له أربع أقسام، اللي هو قال لك وتلك كلمي وحرفي معه. يبقى في مد لازم كلمي ومد لازم ايه؟ حرفي. كلاهما يعني كل من واحد منهم اللي هو الكلمي والحرفي كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة. يبقى دول أربع أقسام، اللي هو مد لازم كلمي مخفف ومد لازم كلمي مثقل، ومد لازم حرفي مخفف ومد لازم حرفي إيه؟ مثقل. يبقى عندنا أقسام المد اللازم أربعة، اللي هما مد لازم كلمي مخفف ومد لازم كلمي مثقل، ومد لازم حرفي مخفف ومد لازم حرفي إيه؟ مثقل. أظن الأبيات يعني واضحة وموضحة كل حاجة، مفيش حاجة غامضة إن شاء الله. قال لك فهذه أربعة إيه؟ تفصلوا. يبقى هم أربع أقسام للمد اللازم. تعالوا نشوفهم بقى، متى يكون مد لازم كلمي مخفف، ومتى يكون مد لازم كلمي مثقل، ومتى يكون حرف مخفف، ومتى يكون حرف مثقل. بيبين لك بقى في الأبيات اللي جاية بعد كده. قال لك فإن هنا شرطية، فإن بكلمة، يبقى إذا أتى المد في كلمة ماشي، فإن بكلمة سكون اجتمع، أي سكون اجتمع مع حرف من حروف المد في كلمة واحدة مع حرف مد، اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، يبقى اسمه كلمي. مد لازم ايه؟ كلمي. ازاي؟ زي ما احنا جبنا امثله قبل كده وقلنا مثلا في كلمه ايه؟ انا، ادي حرف من حروف المد وقع بعده سكون، يبقى ده اسم مد لازم ايه؟ كلمي، لانه جاي في كلمه. مخفف، لان اللام خفيفه وليست مثقله، مش حرف مشدد، يبقى كلمه انا ده اسمه مد ايه؟ مد لازم كلمي مخفف. مد لازم كلمي، يبقى لك اول حاجه فان بكلمه سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، يبقى اسمه ايه؟ مد لازم كلمي مخفف. يبقى اذا اجتمع حرف من حروف المد وبعده سكون في كلمه يبقى اسمه ايه؟ مد لازم كلمي مخفف. او في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا، ماشي؟ او في ثلاثي الايه؟ الحروف وجد حرف. ايضا دلوقتي هو اتكلم عن الكلمي ماشي، الف ان بكلمه سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي. طيب دخل على النوع الثاني اللي هو الحرفي، قال لك او في ثلاثي الحروف. طبعا احنا عارفين اي حرف مكون من ثلاث حروف، يعني مثلا الحروف الابجديه اما اقول الف هتلاقي مكونه من كم حرف؟ ثلاث حروف، الى الهمز واللام والفاء. الف، باء مكونه ايضا من كام؟ من ثلاث حروف، الباء والالف المد والهمز. طيب في كلمه مثلا ايه؟ ما نقرا بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم. نون في ثلاثي الحروف، اي الحرف الثالث ساكن. طبعا حرف نون مكون من ثلاث حروف، لو احنا هنيجي نكتبه باللغه العربيه هنكتب نو، يبقى نون واو ونون تانيه ماشي. يبقى حرف النون مكون من كم حرف؟ لو هنكتب اللغة العربية مكون من ثلاث حروف. قال لك في ثلاثي الحروف،
يبقى كلمة نون في هنا حرف من حروف المد هايك اللي هي الواو، وأتى بعدها نون ساكنة، يبقى أيضا ده إيه حرفي، يبقى نون والقلم. أيضا صاد، أدي اجتمع حرف من حروف المد وبعده حرف الدال ساكن صاد وبعدها ألف وبعدها دال. فاهمين حتة أو في ثلاثي الحروف وجدة مفهومة ولا نعيدها؟ في ثلاثي الحروف أي الحروف اللي هي بتبتدئ في أوائل السور مثل قاف والقرآن المجيد، أو صاد والقرآن للذكر، أو نون والقلم وما يسطرون وما شابه ذلك. يبقى أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه، تبص تلاقي في وسط الحرف في حرف من حروف المد زي ما احنا قلنا نون وسطها ايه حرف الواو، قاف في وسطها حرف الألف، صاد أيضا في وسطها حرف الايه الألف، والمد وسطه، فحرفي يبقى اسمه ايه؟ يبقى مد لازم حرفي، مد لازم ايه؟ يبقى البيت اللي هو رقم 50 قال لك فإن بكلمات سكون يجتمع، يبقى هنا بيتكلم عن المد لازم الايه؟ الكلمي. وعرفنا المد اللازم الكلمي ان يجتمع حرف من حروف المد وبعده سكون، وبعده ايه؟ سكون متصلا به في كلمه واحده. مثل ايه؟ آل آن، يكون هنا ايه؟ مخفف. اما اذا اتى بعده مثقل حرف مشدد زي كلمه الحاق او الصاخ او الطامه، يكون اسمه ايه؟ مد لازم كلمي مثقل. ماشي؟ مثقل. ليه؟ لان الحرف اللي جاي بعد الالف او بعد حرف من حروف المد بيكون ايه؟ مثقل يعني مشدد. ماشي كده؟ والحرف طبعا عرفناه زي نون والقلم مسطرون، والف لام ميم ايضا حروف وليست كلمه، وطاسين ميم دي من ضمن الحروف. يبقى البيت اللي هو 51 بيقول او في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه، بيبقى في وسط الحرف ايه حرف من حروف المد زي ما احنا عرفنا دلوقتي قلنا نون او صاد وهكذا، فعرفهم بدا. كلاهما اي كل من هذه الانواع مثقل ان ادغما. يبقى متى يسمى ادغام مثلا مد كلمي مثقل؟ وقتين، لو اتى بعد حرف من حروف المد حرف مشدد او مثقل زي ما احنا قلنا دلوقتي، الطامه الصاخه الحاقه وهكذا. يبقى لك كلاهما مثقل وقتاه ان ادغما، يعني لو الحرف اللي جاي بعد حرف المد ده ايه مشدد. مخفف كل اذا لم يدغما. ايه معنى الكلام ده؟ مخفف اما اقول الان، ده حرف من حروف المد وبعدها اللام ساكنه، هل اللام هنا مخففه ولا مثقله؟ اللام هتلاقي ايه مخففه وليست مثقله لانها على ساكنه فقط، يبقى اسمه ايه؟ مد لازم كلمي مخفف. طيب وكلمة نون، النون اللي جاية بعد الواو اللي هي بتاعت النون دي، هل هي مثقلة ولا مشد مخففة؟ مخففة طبعا على ساكنة بس، يبقى اسمه مد لازم حرفي مخفف. طيب وقت بقى يبقى مثقل؟ لو لقينا بعد الحرف ده جاي بعد حرف مشدد ازاي؟ اما اجي اقول لك ايه طاسيم ميم، ادي السين وجاي بعدها حرف مشدد اللي هو حرف الميم، طاسيم ميم، يبقى حرف السين لو سألتك عليه قلت لك نوع المد فيه ايه؟ تقول لي اسمه مد لازم حرفي مثقل. مد لازم حرفي ايه؟ مثقل، لأن الحرف اللي جاي بعد السين مشدد اللي هو طاسيم ميم، وأيضا ألف لام ميم، اللام أيضا مد لازم حرفي مثقل لأن الحرف اللي جاي بعد اللي هو الميم مشدد، كنا بنشدده هنقول ألف لام ميم. يبقى عرفنا وقت يكون حكمه مد لازم كلمي مخفف ومد لازم كلمي مثقل. ماشي؟ وقت يكون مد لازم حرفي مخفف وقت يكون مد لازم حرفي مثقل. الكلام ده كله واضح ولا في غموض؟ طيب دلوقتي كلاهما مثقل إن أدغم، مخفف كل إذا لم يدغم زي ما احنا عرفنا. واللازم الحرفي أول السور، المد اللازم الحرفي طبعا كله مجموع في أوائل الإيه السور زي ألف لام ميم وطاسين ميم وطاسين وألف لام را وألف لام ميم را ونون وصاد وقاف وكاف ها يا عين صاد، طبعا احنا عارفين الإيه أوائل السور اللي هي ابتدأت بالحروف. قال لك ايه؟ واللازم الحرفي اول السور وجوده وفي ثمان انحصر، مجموعين في ثمان ايه؟ ثمان حروف.
اللي هم قال لك يجمعها حروف كم عسل نقص. تعال ما نشوف اللي هي الحروف بتاعت كلمة كم عسل نقص. الكاف من كاف ها يا عين صاد، ماشي، والميم من ألف لام ميم، عسل فيها حرف العين لكاف هيا عين صاد، وأيضا في سورة الشورى حاميم عين سين قاف وهكذا. طيب يبقى كم عسل، والسين من طاء سين ميم، اللام من ألف لام ميم نقص، النون من نون والقلم وما يسطرون، القاف من قاف والقرآن المجيد سورة قاف، الصاد أيضا صاد والقرآن ذي الذكر. يبقى احنا عرفنا إن الحروف التي في أوائل السور مجموعة في كلمة كم عسل نقص، واستخرجنا كل حرف، قلنا كاف من كاف هاء عين صاد، والميم من ألف لام ميم، والعين من كاف هاء عين صاد، وأيضا حاميم عين سين قاف وهكذا. خلاص عرفنا الحاجات دي كلها. قال لك وعين ذو وجهين والطول أخص، ماذا يقصد بشطر البيت؟ قال لك العين في كاف هاي عين صاد ليك فيها وجهين، إما إنك توسطها يعني تمدها 4 حركات، وإما إنك تمدها 6 حركات. قال لك والطول أخص، يعني الأفضل إنك تمدها 6 حركات لأنها حرفي، ماشي. يبقى الحروف لا كاف ها يا عين صاد، العين بس من كاف ها يا عين صاد ليك فيها ايه؟ ليك فيها وجهين، اما انك تمدها 4 حركات، واما انك تمدها ايه؟ 6 حركات. يبقى فهمنا ايه المقصود من وعين ذو وجهين والطول اخص، يبقى الطول افضل من التوسط. طب البيت اللي بعده بيقول لك ايه؟ وما سوى الحرف الثلاثي لا الف، فمده مدا طبيعيا ألف، وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي. أيضا بيقول لك إيه؟ إن فيه حروف ابتدأت في القرآن الكريم، قال لك وما سوى الحرف الثلاثي، إن فيه حروف ابتدأت ولكن مش مجتمعة على 3 حروف. احنا طبعا لما قلنا نون لو جينا نكتبها باللغة العربية هنكتبها 3 حروف، نون نون واو نون، ها بس لوحدها يبقى ح. وما سوى الحرف الثلاثي لا الف، اللي هو سوى الحرف الثلاثي اللي هو مثلا حرف 2 بس اللي هو ح ميم او ط ها، قال لك مدوه مدا طبيعيا، يبقى مده زي المد الطبيعي، نقول ح ميم ما تقولش ح غلط، لا، والط ها ما تقولش ط، وايضا في ياسين ما تقولش يا، لا غلط. يبقى الحروف اللي هي مشتمله على حرفين 2 بس بنمدها مد طبيعي، فمدوه مدا طبيعيا ايه؟ ألف. وذاك ايضا في فواتح، قال لك في لفظ حي طاهر، حي تعالى ما نشوف، حي الحاء من حاميم، والياء من ياسين، والطاء من طه، والهاء من هاء، الهاء اللي هي في ايه؟ بسم الله الرحمن، طه ايضا، الطاء والهاء الاثنين مجتمعين في كلمه ايه؟ طه، ماشي؟ طاهر. والراء من ألف لام را أو ألف لام ميم را، يبقى عرفنا. طيب قد انحصر، بعد كده بقى لك ويجمع الفواتح 14، صله سحيرا من قطعك كذا اشتهر. الفواتح 14 ان احنا طبعا خدنا، قال لك ايه؟ يجمع حروف وكم عسل نقص، اللي هم ال8 حروف اللي هم المد الحرفي اللي هو المد اللازم الحرفي، دول 8، وجينا بعد كده اللي هم ال7 اللي هو حي طاهر، دولك 7 حروف، ماشي. بعد يبقى كده ايه؟ 15 حرف، ال 15 دول الحرف كلهم اه او لا، هو طبعا هنا حي الحاء والياء والطاء والهاء والراء فقط، يبقى خمس ايه؟ 5 حروف، الحاء والياء والطاء والهاء والراء 5 حروف. وعندك ايه تاني؟ عندك 8، والالف طبعا من الف لام راء، قال لك طاهر، يبقى الالف هنا ايه؟ من الف لام راء، الف هتبقى ايه؟ زيها زي المد طبعا، ما نقولش ما فيهاش مد ولا حاجه، يعني الف. يبقى حي طاهر. قال لك ويجمع الفواتح 14، صله الصاد من صاد زي ما احنا قلنا، واللام من الف لام، وطه الهاء من طه، والسين
عين سين قاف، والحاء من حاميم، والياء من ياسين، والراء من الف لام راء، وهكذا. يبقى صله سحيرا من قطعك. لحد هنا هتلاقيهم كام حرف؟ 14 حرف. ال 14 حرف دولك ايه؟ مجموع فيهم الحروف التي ابتدأت في اوائل الايه؟ السور، سواء كان مد لازم او مد طبيعي. اتفقنا على كده؟ لحد كده طبعا ايه، يعتبر التحفة خلصت. فاضل بقى كام بيت اللي هم الخاتمة، هنقولهم برضك لان طبعا ما فهمش اي حاجة. خاتمة تحفة الاطفال، يا ريت نظرها. في الخاتمة بتقول ايه؟ وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، ابياته ند بدا لذي النهى، تاريخها بشرى لمن يتقنها، ثم الصلاة والسلام ابدا على ختام الانبياء احمد، والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع. كده وصلنا إلى نهاية متن تحفة الأطفال، هم 61 بيت. كده احنا خلصنا متن التحفة. يا ريت اللي يقدر يحفظ المرة القادمة متن التحفة، أدي مثلا 5 أبيات، 5 أبيات كل مرة، ونسمعها بحيث إن إيه تكون واضحة بالنسبة لك، وكل حاجة تكون متيسرة أمامك. لو حفظتها هتيسر لك العملية، هتبقى سهلة جدا، حتى شرحها مبسط أنت من خلال حفظك لها، ممكن إنك يعني تشرحها لوحدك من غير كتاب ومن غير ما ترجع لأي شيء. مش هنقرأ بقى الخاتمة كمان مرة، خاتمة تحفة الأطفال. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، أبياته ند بدا لذي النهى، تاريخها بشرى لمن يتقنها، ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد، والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع. وإلى هنا نصل إلى ختام تحفة الأطفال، وقد انتهينا من شرحها. فأتمنى من الله العلي القدير أن تكونوا قد استفدتم من تلك الأبيات. البيت 55 ماشي. البيت 55 بس، ولا من أول بيت 55 لحد الآخر؟ يعني أنت طبعا عاوز بقية الأبيات، أنت ما حضرتش معانا من أول البيت اللي هو 55، أنا هاخده سريع كده وحاول إنك تتابعه تاني. احنا كنا اتكلمنا عن، قال لك يجمعها حروف كم عسى النقص، اللي هم حروف الايه المد اللازم اللي احنا ظهرناهم، اللي لك كم، اللي هو كاف هاء عين صاد، دي حرف مد لازم، ايه لازم حرفي مخفف. انما هنا بقى وما سوى الحرف الثلاثي، احنا قلنا ان اي حرف مبتدئ في القرآن الكريم زي كلمة، زي حرف مثلا نون، لو جينا نكتبه باللغة العربية ماشي هنكتب ايه؟ شوف احنا بننطقه ازاي، نون، كأن نون وبعدها واو مد وبعدها نون ساكنة، نون في النطق، النطق بتاعها كأنها ايه 3 حروف ماشي. اما هنا بقى بيقول لك وما سوى الحرف الثلاثي، في حروف في القرآن بننطقها بايه، بحرفين 2 بس، زي ايه حاميم، ادي حاء حرف الحاء، والف مد حاء، يبقى مد طبيعي. قال لك وما سوى الحرف الثلاثي لا الف، فمده مدا طبيعيا، الف مد زي المد الطبيعي، قول حاميم او ياسين او طه وهكذا. قال لك وذاك ايضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر، زي ما احنا بينا وقلنا الحاء من كلمه حاميم ده مد طبيعي، والياء من ياسين مد طبيعي ايضا، والطاء من طه، والهاء من طه ايضا، الهاء في طه، والراء من الف لام را. اتفقنا؟ يبقى دلوقتي بيتكلم عن الحروف اللي هي هتمد مد طبيعي زي ياسين وطه وحميم وهكذا. بعد كده قال لك ويجمع الفواتح ال14 صله سحيرا من قطعك، يبقى لحد كلمه من قطعك ديك الايه؟ الحروف التي ابتدات في اوائل السور، زي الصاد، زي صاد والقران الايه؟ الذكر، والقران الذكر، واللام في الف لام را، والهاء في طه، والسين في عين سين قاف، والحاء في حاميم، والياء في ياسين، والراء في ألف لام را، والميم في ألف لام ميم، والنون في إيه؟ النون من متذكر حرف النون، نون القلم ومسرون ماشي، والقاف في قاف طبعا، والطاء في طه، والعين حرف العين أيضا في عين سين ماشي،
وهكذا الحروف دي يعني جميع لك الحروف اللي ابتدت فين في اول السور. ذا اشتهر. وبعد كده خدنا الايه اللي هي خاتمه التحفه. قال لك وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، ابياته ند بدا لذي النهى، تاريخها بشرى لمن يتقنها، ثم الصلاه والسلام ابدا على ختام الانبياء احمد، والال والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع. والى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه تحفه الاطفال. اللي عنده اي سؤال بقى، اللي عايز يستفسر عن اي شيء يتفضل، علشان احنا يا دوب كده نحاول بقى، لو حد عنده سؤال ولا حاجه يتفضل، لو ما فيش حد عنده سؤال يا خلاص كفايه اول ده، عشان يا دوب اللي هيصلي بقى التهجد. في اي سؤال، اي استفسار عن اي شيء لكل مد؟ ما احنا قلنا المد اللازم سواء كلمي او حرفي 6 حركات قولا واحدا، اتفقنا؟ اما اقول ايه نون يبقى مدها 6 حركات، الف لام راء، اللام هتبقى 6 حركات، يبقى جميع المد اللازم سواء مد لازم كلمي زي الحاقه او الطامه، يبقى سواء مد لازم كلمي او مد لازم حرفي او ماشي سواء مخفف او مثقل، ده كله ايه 6 حركات، انما المد الطبيعي بيمد حركتين 2 بس. خلاص كده وضحت؟ يبقى جميع المد اللازم بيمد قد ايه؟ 6 حركات، اما المد الطبيعي حركتين 2 بس. اي سؤال تاني؟ اي استفسار؟ طيب اقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اترككم في معية الله وعنايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم اجمعين، ونفعنا واياكم بما تعلمناه وبما سنتعلمه ان شاء الله. نلتقي غدا ان شاء الله الساعة 10:30 مساء بتوقيت القاهرة. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.